الدقيقة 22 من كل مباريات المنتخبات العربية في بطولة أمم أفريقيا أصبحت ماركة مسجلة باسم أبو تريكة. الجماهير الجزائرية بتهتف لأبوتريكا في الدقيقة 22 من مباراة الجزائر والسنغال. أهلا بكم، معكم محمود حجازي من قناة إيجيبشن كينج. انتهت مباراة الجزائر والسنغال بفوز الجزائر 1-0، وبكده الجزائر بقى عنده 6 نقط وضمن التأهل لدور ال 16. طبعا ألف مبروك لمنتخب الجزائر التأهل، وبإذن الله كل المنتخبات العربية تفوز وتتأهل. الجماهير الجزائرية النهاردة في الدقيقة 22 هتفت لأبوتريكا. ده كان هتاف الجماهير الجزائرية النهاردة لأبوتريكة، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بشكركم على المشاهدة، وما تنسوش اللايك والشير، وكل عام وانتم بخير.